اليوم واش راح نخدمو؟ راح نخدمو عضله المحبوبه لدى الكثيرين. وشنو هي؟ عضله البطن. التمارين اللي راح نخدموها راح تدير لنا تقويه العضلات تاع البطن تاعنا، ماشي راح تنحي لاغريس ولا باش نحيو البطن الكبير هذاك، ولا راح لازم تكون فيه حميه غذائيه. هذيك معلومه بك لازم تعرفوها، لازم حميه غذائيه خصيصا لكل واحد فيكم هكذا باش نعني نيفيتي ولا نحيو هذيك الكرش هذيك اللي نعرفوها. هذه التمارين راح نقويو بها العضلات تاع البطن. نسحقوا طابي اليوم اكيد باش راح نخدموا اصول. قبل ما نهبطوا اصول نديروا شويه تسخينه تاع تقريبا العضلات اللي راح نخدموهم، ونتكوا على ربي. نبداو لهنايا يمين يسار، هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هنا كروشي 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vers le bas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نحبسوا لهنايا نخدم يمين يسار هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 يدي هنايا ندير روتاسيون دروات يوش 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بلا ما نطول ليكيب جيبوا الطابي تاعنا ولا واش عندكم نتوما في الدار زربيه ديالكم تقدر ما حتى في الارض اللي تخدم. تمارين بسيطه ليكيب لكن شنو مهمه ومفيده. راح نبداو بالتمرين الاول، تمرين جد وبسيط. يا ربي بسم الله. الوغ رجلي راح يكونوا سي يقربوا ماكسيموم لهنايا، يكونوا في ليشي، نحط ظهري ويدي يكونوا لهنا، نسي نغاردي يعني الرقبه تاعي ما تزغرش بزاف بزاف كي يكون نخدم، نسي نفيكسيها يعني النظر تاعي يكون للاعلى للسقف ولا للسماء. واش ندير؟ نسي نطلع هنا نطلع اعلى الظهر نعاود نهبط 1 2 3. ليكيب لكم تلاحظوا فيا ما رانيش نطلع بزاف، راني نديكولي شويه بك لي زيبول تاعي يعني الاعلى تاع الظهر نعاود نهبط. كي نطلع نسي كونتراكتي بيان لهنايا عضلات البطن تاعي نعاود نهبط. التنفس تاعي ما نساش كي نهبط نشق ونطلع نسي نخرج ماكسيموم. نحسب عندكم من 10 حتى ل 20 لكن وشنو اربع مجموعات. انا المتقدمين نقول لكم ديروا 20 خطره في المجموعه وتضربوها في اربعه يعني ديروا اربع مجموعات. واللي ماشي قادرين المبتدئين اللي عندهم وزن زايد عادي تقدروا ديروا من 10 واش تقدروا 10 15 لكن وشنو لازم بك تقسمهم على مجموعات. نروحوا للتمرين الثاني. التمرين الثاني واش راح يكون فيه؟ راح نسي نبقى لهنايا في الوضعيه اللي راكم تشوفوا فيها، يدي محطوطين، نسي بونشي روحي شويه للخلف. واش ندير؟ راح نخدم هنا نجيب الجينو عند صدري ونعاود نطبع يمين يسار 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 نكملوا 20 خطره ولا 10 كما قلنا للمبتدئين. لكن واش دائما انا نركز على المجموعات يعني مجموعه اولى نديروا 30 حتى 40 ثانيه راحه، نعاودوا مجموعه ثانيه نزيدوا نديروا راحه 30 40 ثانيه، الثالثه والرابعه. هذا كان التمرين الثاني. نروحوا للتمرين الثالث ولا نديروا لوبسيون فاسيل دابور. لوبسيون فاسيل وشنو هي؟ نحط رجليه ونجبد خطره يمين خطره يسار. هذه خصيصا بوكو بلوس للناس يعني اللي راهم بوزن زائد حتى على بالهم ما يقدروش يطلعوا رجليهم ما يقدروش يقاديو هذا الاكزارسيس يحطوا يديهم لهنايا. هذا التمرين الثاني. التمرين الثاني عفوا نروحوا للتمرين الثالث واش يكون فيه؟ يكونوا فيه لي بتي باتمون لهنا برك. نسي نطبع يعني الاصابع تاعي القدام ونخدم هنايا نطلع ونهبط نخليهم ابي بري 10 سنتيمتر على لو سول ونسي نطلع ونهبط لهنا. نفس الشيء نحسب 20 خطره ولا هنا نخدموا حتى 30 عفوا باسكو راح نخدمهم شويه رابيد. كي نكملوا 30 نديروا مده الراحه ما بين المجموعه 30 40 ثانيه ونكملوا المجموعه الثانيه ونكملوا المجموعه الثانيه. الناس ما نقدرش عادي نطلع هنا واحده اثنين باسكو كيما قلنا على بالي ليام بوزن زائد ما يقدروش يطلعوا رجليهم. نحط رجلي كومبليتمون لو سول نعاود نطلعها ونالتيرني اون فوا دروات اون فوا غوش. هذا كان اخر تمرين. مشاهدينا الكرام واش نزيدوا نديروا؟ نديروا ايتيرمون تاع العضله اللي كنا نخدموا فيهم ونكونوا هكذا كملنا الفقره تاعنا تاع اليوم. نسي نحط يدي لهنا ونخلي البطن تاعي يهبط لتحت يعني للارض نعاود نجبد لهنا بيان. نسي نكسر الماكسيموم يديا نطلع لهنايا
نسي نحكم يعني البواني ديالي ونجبت في الجهه المعاكسه ونزيدو الجهه الاخرى ترابي نطبع الاعلى ايكارتيو لهنايا ليكيب اخر حركه اللي هي اللي درنا هذوك ليكيب